في أي اتصال بيحصل بينك وبين الناس كلنا بنتلاشى العين، ده لا إرادي. فالعين بتوصل للحقيقة بسرعة، بتعرف إن اللي قدامك ده في كونكشن بينك وبينه أو مش فاهم أو في عداء، وعشان انت عامل كنترول على نفسك ما بتحاولش تظهر العداء ده ليه، فبتاخده على نفسك وكأنك انت في عيب. وده اللي بيحصل معانا كلنا، هو بيعمل معايا كده ليه، او انا فيها ايه غلط، او انا فيها ايه مش مظبوط، او ليه. كلنا اتربينا على الكلام ده، ان احنا ندين نفسنا وندين بعض. انت ما شفتهوش بيبص عليا ازاي او بتبص عليا ازاي، الكلام ده احنا بلعناه من المجتمع بتاعنا. لازم نطلع الكلام ده، ما ينفعش ندين نفسينا ولا ندين اي حد. طلع الكلام ده خالص، طلع يعني ريليز، دي فورس ماشي، ريليز مع السلامة، مش هحكم. عشان كده احنا لازم اقول كل شوية انا اتخلى واتخلص عن ادانة نفسي، لازم اتخلص من ادانة اي حد، لازم اتخلص من اللي اتربينا عليه من طاقة المجتمع دوت. اذكار على طول كده، أنا أتخلى عن إدانة نفسي، أنا أتخلى عن إدانة أي حد، أنا أتخلى عن كل الإدانات والأحكام اللي تربينا عليها. وخد موقف من المواقف وقوله، هتلاقي الموقف اختلف عن الشخص الفلاني أو البنت الفلانية أو الإحساس الفلاني. ريليز العقل، سلاح الكلمات، فبياخد الكلمات اللي انت متعود تقولها في كل موقف اللي متخزن عندك في الذاكره بتاعتك في العقل الباطن. فاحنا نبقى اذكى، عشان كده نقول الاذكار دي انا على طول قولها، قول التلات كلمات دول، التلات جمل دول، قولهم 100 مره، زي ما المهم تعود لسانك وعقلك ان هو يسمع الكلمتين دول. بمعنى ان كل شخص قابله، كل موقف يقابلني ما احكمش عليه ولا على نفسي ولا على الشخص اللي قدامي، انا اميز فقط. طلق النساء، وده حاجه بسيطه، انا قلت بس ايه نرجع نشتغل، يعني مش هتكلم في اللي فات. الكلام ده برضو تابع للدرس الاخير اللي انا بتعلمه جميل، وللكل انا مش زعلان من حد ابدا ابدا، واخد على قدري استحاله. اللي انا فيه انا اللي خلقته، اشهد على ذلك خلاص، ولا داعي نعيشه تاني. انا في رؤيه قدامي انا ماشي عليها، ماشي على فيجن معين، ماشي على قرار معين، هكون كذا هكون كذا ان شاء الله. الوقت بتاعي مش بتاعي، ده طاقة إلهي.